حلمنا الشهادة عزنا الكرامة من أجل الجزائر من أجل الوطن من أجل الجزائر من أجل الوطن. أنتم تعزفون لأجمل راية في صنع الجهاد، أنتم تعزفون النشيد الوطني الذي كتب في زنزانة بدم الشهداء، أنتم تعزفون لأرض مصرية بدماء الشهداء. عملنا ليست الموسيقى، ليست أننا نعزف آلات موسيقية ونمشي ونتباهى بها في الشوارع، لا، عملنا هو عمل تربوي، عملنا هو عمل تربوي ويزداد يعني شوقنا للقائكم في مثل هذه التربصات حينما نتيقن أننا غرسنا بفضل الله وبفضل الرجال الذين يسهرون على هذه الجمعية والذين يعطونها كل الأولوية، الذين يرسخون فيكم محبة الوطن الجزائر ثم الجزائر ولا غير من الجزائر. فأوصيكم كما أوصيت كل الشباب الذين قامت المجموعة الوطنية بتدريبهم، وكم كان النضال طويل لتدريب مجموعات. أنتم لا تعرفون الإحساس ما معنى كلمة مدرب، مدرب يعني عضو منكم ما يكون يعرف والو ويدربوا، ثم لما يدربوا يبدأ يشوف المدرب يعزف على الشيء الوطني. أنتم لا تعرفون هذا الإحساس. أتمنى من الله أن يكون منكم مستقبلا مدربا وطنيا حتى يعيش ويحس هذا الإحساس. إذا سأوصيكم كما أوصي كل الفرق النحاسية وكل الجمعيات التي قامت المجموعة الوطنية بتدريبهم، سواء كانت في الكشافة الإسلامية الجزائرية أو كانت خارج الكشافة الإسلامية الجزائرية، سأوصيكم بثلاث: حب الله ورسوله وأولي الأمر منكم الذي هو رئيس الجمعية ومسؤوليه، اثنين المحبة بينكم، ثلاثة المداومة على التدريبات. سوعتكم الحبيبة وأن تتحابوا وتتسامحوا واذهبوا في القدم، فاعزفوا وانشدوا واهتفوا لأجمل راية من صنع الجهاد. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. جزائر! جزائر!